هكمل دلوقتي مع Day by Cecil Spring Rice. هندخل على stanza 2, the second stanza. احنا خلصنا the first stanza. It is the second stanza. مش عارفة دي أوضح ولا دي. أوكي. Okay. I'm busy, said the rain. When I fall, it's not in vain. Wait and you will see the grain. I'm busy, said the rain. طبعا من أهم الحاجات اللي بتميز البوتري إنه بيكون فيه ميوزك، موسيقى. فالميوزك دي بعبر عنها في كذا صورة. أول صورة خالص موجودة اللي هي الرايم سكيم. إيه هي الرايم سكيم؟ فاكرين رايم سكيم لما قلنا؟ أيوة. الرين والفين والجرين. جميل، يبقى الرايم سكيم هعرفه من آخر سطر، من آخر صوت في كل سطر. بحققه إزاي؟ إن أنا عندي هنا مثلا رين زي ما أنتِ قلتي فين جرين رين. بس خلوا بالكم عشان لما يقابلكم بومز تانية، قصايد تانية في أي مكان لو قريتوها مش شرط إن هما يبقوا كلهم نفس الصوت. ده هي هنا القصيدة دي كل ستانزا ليها نفس الصوت، إنما ممكن تكون الصوت اختلف. طب إحنا في الستانزا الأولى إدينا الصوت ده حرف الـ A لأنه كان واحد. طب لما جينا على التانية هل هو نفس الصوت بتاع سي بي؟ هل هو نفسه؟ لا، مختلف. طالما اختلف اروح رايحه بسرعه على اللتر الثاني على طول في الالفابيتك اوردر اللي بعد الاي اللي هو البي. فهروح حاطه عند رين بي، اشوف الثانيه لقيتها فين ان يبقى نفس الصوت يبقى هحط بي برضه. انما لو كان اختلف كنت حطيت ايه؟ مين يقول لي؟ لو كان ده اختلف مثلا بقى مثلا مان، او بلاش مان، خليها مثلا ايه ليف. كنت هحط سي. هنا سي بالظبط. طالما صوت جديد تالت يبقى هاخد له التالت. يبقى خلاص حطينا هنا بي وهنا بي 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 لانها كلها نفس الساوند رين فين جرين رين. طيب يبقى انا عرفت كده اول حاجه الرايم سكيم. تاني حاجة هعرفها ايه هي؟ ادي الستانزا التانية second stanza. هناخد البارافريزنج او الشرح بتاعها. الاول I am busy said the rain. الرين المطر هو اللي بيتكلم هنا. When I fall لما عندما اتساقط او انهمر. It's not in vain. قلنا in vain يعني بلا فائدة. It's not يعني ده ما بيكونش بلا فايدة، لا ده مش ضياع للمية. It's not in vain. أمال إيه؟ Wait انتظر. And you will see وهتشوف الجرين المحاصيل. يبقى سقوط الرين ده طبعا بيخلي الزرع يكبر والمحاصيل تظهر اللي هي الجرين. I am busy said the rain. يبقى عرفنا كده فايدة الرين. بيقول لي the poet says that the rain says that it's busy working. نفس اللي فوق. It's نفس الجملة بس هنا بدل the sea says لا هتبقى the rain says. إنه ده عمل شاق. Busy working. When it falls عندما يتساقط. طب إيه اللي بيحصل؟ It helps the plants to grow. بيساعد على نمو النباتات. It helps the plants to grow. الرايم سكيم قلنا اللي هو بي 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 بي. الفيجرز اوف سبيتش بقى هنبص كده على said the rain فيها ايه؟ personification تشخيص او ان انا اديته صفه من صفات الاشخاص الناس. personification هنا في said the rain the poet gives the rain the image of a person who can talk. نفس اللي خدناها قبل كده في ال C هي نفس الجملة اللي هي the poet gives the sea the image of a person who can talk. بدل ما أقول the sea هقول the rain. طيب ال devices اللي قلنا ال devices بتاعتي alliteration أو مين فاكرها؟ مين فاكرها قبل ما أوريها لكم؟ alliteration أو إيه؟ أو contrast.
alliteration أو contrast اللي هما العكس بعض. ما فيش هنا خالص حاجة عكس بعض، إنما في alliteration اللي هو wait well. wait well ونحط كده خط تحت الحرف اللي فيه alliteration الw والw. it gives music to appeal our sense of hearing. أي alliteration يجيلي هقول it gives music to appeal our sense of hearing. طيب عرفنا كده الحاجات اللي موجودة في الستانزا التانية the second stanza. طيب ايه الكويشن اللي ممكن اتسأل فيه هنا هو اللي هو what is the work of the rain according to the poem day? it helps the plants to grow. يبقى هي دي الورك بتاعه. it helps the plants to grow. طب لما يجي يقولي paraphrase the following lines وادي lines بتاعت rain هقول the rain says it does not fall uselessly. يعني هو لا ينهمر uselessly بلا فائدة uselessly. it does a very important job. ايه بقى الجوب دي؟ helping the grain to grow to feed the world عشان لإطعام العالم to feed the world. يبقى كده عرفنا الستانزا التانية والحاجات اللي فيها. في حاجة لغاية هنا كده واقفة معاكو؟ أعتقد إن الدنيا ماشية. طب تعالوا نبصوا على الستانزا التالتة number three. I am busy, said the air, blowing here and blowing there, up and down and everywhere. I am busy, said the air. إيه ده؟ إيه الحروف اللي مكتوبة دي؟ اسمها إيه؟ ها؟ رايم اسمها ايه؟ رايم سكيم ما ننساش ابدا رايم سكيم اللي هي الحروف بتاعتنا رايم سكيم. يبقى الرايم سكيم عندي حطينا له حرف السي. ليه حطينا له السي؟ لان احنا خدنا في الصوت الاولاني ايه الصوت الثاني اللي ظهرني اللي هو ان بي. الصوت الثالث الجديد علينا هنا اير there air يبقى هناخد السي ليها يبقى ادي rhyme scheme. طيب من غير بقى ما اوريكم قولوا لي هنا I'm busy said the air فيها ايه دي؟ فيها ايه من figures of speech؟ هل فيها simile ولا metaphor ولا personification؟ personification فيها personification. ليه؟ فين ال personification هنا؟ في انهي حته بالظبط؟ said the air. said the air. ليه بقى في personification هنا في said the air؟ لأن هو خلى ال air ده أكنه person بيتكلم. يبقى هقول إيه؟ استنى هجيبها لكم أهي. خلاه بيتكلم فبيقول the poet gives the air the image of a person who can talk. the poet gives the air the image of a person who can talk. طيب ال devices اللي موجودة بقى احنا اتفقنا ان في عندي devices عبارة عن contrast او alliteration. بصوا كده بقى set the air ندور في contrast ولا ما فيش؟ في اللي هو ايه؟ ايوه here and there here and there في بينهم contrast وكمان في up وفي down في بينهم contrast. طب ال contrast ده اللي موجود ده هل ليه وظيفة؟ طبعا it make the idea clear more clear or clearer بتخلي الفكرة واضحة makes the idea clear. يبقى ادي ال contrast there versus here versus there يعني بنعمل كده علامة ال x دي عكس دي up down up down. طيب هل في alliteration هنا؟ هل في حاجات كلمات بتبتدي بنفس الساوند؟ blowing here and blowing there مش هينفع اقول blowing و blowing لانها نفس الكلمة مش هينفع. انا عايزة كلمتين مختلفتين بس الحرف الاولاني الصوت معلش الصوت الاولاني واحد
up, down, everywhere, I'm busy, said. لا ما فيش خالص هنا alliteration. جميل، يبقى كل اللي موجود في الستانزا الثالثة هو الكونتراست والبرسونيفيكيشن. Personification والكونتراست، الاثنين دول. طيب لما يجي يسألني سؤال هيقول لي what is the work of the air according to the poem day؟ هقول it blows everywhere. It blows everywhere. طب تعالوا نشوف الparaphrasing. Paraphrase the following lines وكاتب الحاجات بتاعت الاير. The air talks about his job. Just blowing here, there and everywhere. إن هو إن الرياح دي أو الهواء ده يهب أو يعصف في here هنا وهناك there and everywhere. And no animal, plant or human could live without air. ما فيش لا animal ولا plant ولا human could live ممكن يعيش without air. Without air. جميل، يبقى احنا كده الستانزا الثالثة معانا خلصناها. I'm busy, said the sun. All my planets, everyone, know my work is never done. I'm busy, said the sun. هنا الصن هي اللي بتتكلم. طب لو جينا بصينا على ده قولوا لي بقى الرايم سكيم اكتبه ازاي؟ الرايم سكيم. احنا خدنا الرايم سكيم من اول الاستانزات الاولانية A B C. نركز كلمة sun هل هي نفس الصوت او النغمة، النغمة الاخرانية بتاعت حاجة من دول؟ C rain in in in. ها اللي بعدها air air، هل هي نفس حاجة من دول عشان أكررها تاني؟ لا. sun un n one done sun. يبقى دول هياخدوا الألفابيت بقى في الألفابيتيكال أوردر. إيه الحرف اللي جاي بعد السي؟ حرف الدي. يبقى عندي دي دي دي. طب ليه أنا كررت الدي هنا؟ لأن نفس الصوت ده هو نفس الصوت ده، هو ده، عشان كده كررتهم. يبقى ادي الرايم سكيم، ادي الرايم سكيم. طيب ايه تاني ممكن اطلعه غير الرايم سكيم؟ خلاص احنا طلعنا الرايم سكيم، هطلع بقى الفيجرز اوف سبيتش، فيها السيمالي، فيها ميتافور، وفيها بيرسونيفيكيشن. قلنا هنا في ايه؟ I'm busy said the sun، فيها personification. ليه؟ عندي said the sun. قولي لي يا ملك يا حبيبتي said the sun البرسونيفيكيشن هنا ليه؟ because the boat gives sun the image of person who can talk. very good. تمام. طب نيجي على بعدها all my planets everyone know my work is never done. برضو said the sun نفس الشيء، هي said the sun، هي said the sun. طيب هل في هنا alliteration؟ دوروا كده بعينيكم في alliteration ولا ما فيش؟ استقيلينه. ها alliteration اللي هو الصوت الاولاني. في هنا alliteration اللي هو set sun. الاس والاس said sun. طب الالتريشن ده بيعمل ايه؟ It gives music to appeal our sense of hearing. جميل، يبقى انا عندي الاس والاس دول فيهم الالتريشن. طيب لو جه بقى يقول لي اعمل paraphrasing اهي، يعني لو جه سؤال مثلا what is the work of the sun according to the poem it always shines. دائما ما تشرق. It always shines. طب how does the sea make land؟ دي قلناها في الأول على فكرة. When it covers land، دي في الفيرست ستانزا. With water، لما بيغطي الland الأرض with water it disappears. But
الأرض دي بتختفي لما بتتغطى بالووتر. But when it goes backward, لما بيرجع اللي هو المد والجزر يعني، لما بيرجع the earth under it appears. طب أنا عايزة أوصل للحتة بتاعت الparaphrasing أهي. Paraphrase the following lines. I am busy, said the sun. هقول إيه، هشرحها إزاي. The sun has a very important job. كل مرة بقول إن الحاجة دي ليها very important job to do. And all planets, كل البلانتس are aware of. Aware of يعني مدركة أو على علم. أو know يعني بدل ما أقول are aware of ممكن أقول know. All the planets know this as they journey around the sun. The sun's job is never finished. لا تنتهي. If it were nothing would exist. لو انتهت. If it were nothing would exist. لو انتهت nothing would exist. ما فيش حاجة هتوجد، هتعيش في الحياة. يبقى ايه دي التفسير بتاع الparaphrase ده، لان بتقول الصن ايه، all my planets everyone know my work is never done. يبقى احنا كده خلصنا الستانزا دي. تعالوا على الستانزا الاخيره، خلاص اخر حاجه اهي، اخر ستانزا. sea and rain and air and sun. sea and air and air and sun. Here is a fellow toiler one whose task will soon be done. هنا مش واحد فيهم اللي بيتكلم، لا ده الشاعر هنا اللي بيقول بقى، بيقول ايه البوت ده. Sea and rain and air and sun. البحر والمطر والهواء والشمس، كل دول اتكلمنا عنه. وبعدين بيقول here is a fellow، يعني في واحد صديق صاحبنا، واحد صاحبنا تايلر 1 اللي هو الصديق بتاعنا ده، هوز او عامل اللي هو بيشتغل على طول. ماله الصديق ده او الراجل اللي عمال يشتغل ده، هوز تاسك اللي هي وظيفته او مهمته، ويل سون بي دان قريبا ما ستنتهي، هيجي يوم وتنتهي. طبعا بيتكلم عن مين، عايزه كلمه واحده بس، بيتكلم عن مين هنا. هير از ا تايلر 1، قوليها تاني. مين ال whose task will soon be done؟ عايزة كلمة، تكلم عن مين؟ مين؟ very good excellent. تكلم عن المان. ليه المان؟ لأن المان ده في يوم من الأيام his task will soon be done، هتخلص هتنتهي. طيب تعالوا نشوف الستانزا الأخيرة دي هنعمل لها بارافريز إزاي أو نشرحها إزاي. at the end of the poem، في نهاية القصيدة، at the end of the poem the poet says that he is a fellow worker، إن هو رجل أو إنسان عامل صاحبنا اللي شغال ده. but unlike the sea، على عكس السي، rain air and the sun على عكسهم، his task will soon be done، مهمته هتنتهي. because he will die one day، هيموت في يوم من الأيام. His work is not as important، مش مهم زي ال unending as theirs، مهمهم الغير منتهي. كده خلصنا آخر ستانزا معانا.